وصلنا بعد الجولة المطعم على ضفاف البحيرة. راح ناكل سمك بالسيقة اليوم. سمك الإشهار موجود فقط الأسماك اللي تعيش بالبحيرة. للمعلومات السمك اللي تعيش بالبحيرة هنا الكيلو ماله من 20 إلى 25 ألف درهم، يعني ما يعادل $50 الكيلو. هذا بما يخص السمك اللي يعيش بالبحيرة، يصيدون منها ويطبخون. أكو أنواع أخرى من الأسماك تعيش أيضا بالبحيرة اللي هو سمك السيجل. الشيش مال السمك السيجل 1500 درهم، ما يعادل $3. السيجل أيضا طيب. اليوم إحنا راح نتغدى سمك سيجل، لكن قبل ما نتغدى عندنا هنا شوية طيور جوعانة، راح نشمر لها شوية حي خبز ياكلون قبلنا. يلا شمر. يلا هاي طريقة التشمير. ها ها طريقة التشمير. تقدر تقرب عليهم بس. قاعد يكفي الطيور. علينا وهذا هذا حبيب من عمان. ايوه شويه صوت على الكاميرا. شبعانين لازم وايدين ياكلوها.